فنان شهير ساب كرة القدم ودخل عالم التمثيل والتلحين، وبنته زوجة أمير كرارة ووش السعد عليه، مدير كرة سابق بالنادي الأهلي، وإصابة خطيرة في رجله سر اعتزاله لكرة القدم في عز شبابه. رحلة صلاح حسني من أحرف لعيب في مصر للاعتزال المبكر، فصدق ليه اتخانق مع مجدي عبد الغني، وإيه كان رد فعله على دخول ابنه عالم الفن، والطلب الغريب اللي طلبه من أمير كرارة ليلة جوازه من هند بنته. سيطرت حالة من الحزن على الوسط الرياضي والفني من وقت انتشار خبر رحيل كابتن صلاح حسني لاعب الاهلي السابق، وبيرتبط صلاح حسني بعالم الفن بشكل غير مباشر ولشهره وجماهيريه كبيره، وده لاكثر من سبب. بدا صلاح حسني مسيرته مع كره القدم بمدرسه النقراشي قبل ما ينتقل لناشئ النادي الاهلي وهو في سن ال 14 سنه، ووصل مسيرته لحد ما وصل للفريق الاول لكره القدم بالقلعه الحمراء، لكن حظه كان سيء واصيب اصابه كانت سبب في اعتزاله للعب نهائيا. لكن رغم كده رفض انه يسيب الاهلي وتولى منصب مدير الكره في النادي الاهلي، كمان اشتغل مدير الكره للمنتخب الاول. صلاح حسني اشتهر بشطارته في الاداره، عشان كده تم تعيينه في منصب مدير للكره في المنتخب الاولمبي، لكن الغريب انه استقال من منصبه بالشكل مفاجئ بعد فتره. كان كابتن مجدي عبد الغني اللي كان بيتدخل في كل كبيره وصغيره، خاصه بشغل صلاح حسني، وعشان كده قرر يستقيل من منصبه. صلاح حسني كان معروف بارائه المثيره للجدل، زي انه انتقد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود طاهر قبل رحيله، وقال ان الاداره ضعيفه، ده غير انه كمان انتقد المستشار مرتضى منصور وقال انه سبب في ضياع نادي الزمالك ولازم يسيبه قبل ما النادي ينهار. اتجوز صلاح حسني من سيده مصريه ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا ولا الاعلام، وحتى مش بتحب ظهور ومفيش اي تفاصيل خاصه بيها، وانجب منها احمد صلاح حسني وبنت اسمها هند، والمفاجاه ان هند حاليا هي زوجة الفنان الكبير امير كراره، عشان كده بتجمعه علاقه صداقه قويه وصحوبيه بالفنان احمد صلاح حسني، وده بسبب علاقه النسب اللي بينهم. امير كراره بيعتبر نفسه فرد من افراد عائله حسني واخو احمد، وده ظهر وقت رحيل زوجة صلاح حسني واللي هي حماته. امير كان مسؤول عن كل حاجه في العزاء، وكان بيستقبل الناس ودخل في نوبه زعل كبيره، وكان بيعتبرها امه الثانيه، وقال امير في اكتر من لقاء انه تعرف على هند وحبها من اول نظره، وده كان بسبب الصحوبيه الكبيره اللي بينه وبين احمد اخوها، واصر يتجوزها. اما احمد صلاح فهو ورث حب كره القدم من ابوه، وكان لاعب شهير احترف في المانيا وقدر يبقى ضمن افضل 100 موهبه كرويه شابه في العالم، وده كله بفضل مساعده والده ليه. لكن الصدمه ان احمد اخذ قرار صعب بالاعتزال في العمر الذهبي لاي لاعب كره وهو 26 سنه، وقرر انه يتجه لمنطقه مختلفه تماما وهي التمثيل، لانه بيحبه من صغره وكمان بقى بيلحن. استغرب الجمهور من رد فعل صلاح حسني والد احمد اللي بيعتبر من اساطير النادي الاهلي سواء في اللعب او الرياضه، لكن في النهايه وافق صلاح على شغل ابنه اللي دخل التمثيل من بوابه الفنانه يسرى ومشاركته معاها في مسلسل شربات لوز. ده مش كده وبس، ده كمان اشتغل في التلحين. احمد صلاح حسني مر بازمات كتير، اولها رحيل والدته، واللي قال في اكتر من لقاء عنها انه مش مستوعب رحيلها لحد النهارده، لانها كانت اقرب شخص ليه في حياته. وبعد مرور سنه بالظبط على رحيلها رحل والد صلاح حسني بعد صراع مع المرض، وظهر احمد منهار في الجنازه وشايل النعش وما كانش مصدق انه فقد والده ووالدته، ده غير ان هند بنته عيطت وما كانتش قادره تصدق انها بتودع والدها الوداع الاخير.